يا عم. شايف عينيك مقفله ما نمتش ولا ايه؟ في وقت كنت نايم بالليل. وده جاي من السفر. جاي من السفر. انا احمد محمد عبد الرازق من المنيا. جاي هنا عشان خاطر بنتكلم عن الثورة اولا، وعلى تطهير الفساد اللي لسه موجود في البلد، وعلى محاكمة الفاسدين. ان شاء الله نميل الاعتصام. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نميل الاعتصام ان شاء الله. اتفضل يا عم. السلام عليكم. ابراهيم عاشور محمد، محافظة المنيا. لا والله مش اعتصام، بس احنا عايزين ان شاء الله نشوف في جدية في المحاكمات، ونشوف ان شاء الله يعني عايزين نحس بتحسن، ونحس ان في ثورة عملت حاجة، لان من غير كده مفيش اي جديد. ده زاد وغطى موضوع الناس اللي تطلع براد، يعني حاجة غريبة دي. يعني كنت يحصل انفجار تاني زي ما حصل يوم 25 احتمال ان شاء الله، لو استمروا على هذا الوضع ان يبقى في كلام تاني بقى. اسمك منين؟ ربيع مفتشتي ومن المنيا، مركز صبابوك. احنا انا ناوي اعتصام اساسا. اهم حاجه ما نختلفش، المعتصم معتصم، واللي هيفضوا على حسب كل امكانيات واحد، مش كده؟ لا مفيش اختلاف في اي امكانيات. المشكله بقى في اللي بيطلع. انت ازاي يعني ازاي حرامي نهب وخد وكمان انت بتطلعه؟ يعني ده لو انا حرامي هيمسكوني ومش هطلع من السجن لما يعدموني. تمام. اشمعنى هو يضرب اخويا ويموته، ويضرب ابنه ويموته، ويطلع على اي اساس؟ مين اللي ليه مصلحه في ان هو بيطلعه؟ انا جيت هنا عشان كل حاجه بتحصل من بعد الثوره، يعني ابتديها بالبلطجيه. البلطجيه لغايه النهارده مفيش واحد منهم اتاخد، بياخدوا ناس مظلومه وبيلفوا لهم طوها. دي نقطه. النقطه الثانيه، فين اللي الهيكله الاداريه؟ احنا عندنا هنا الهيكله الاداريه خربانه. الواحد يعني الوظيفه تبقى محتاجه واحد 15 واحد شغالين. طب ماشي، انت زودت لهم المرتب، ضخمت على الفقير، ضخمت الحياه على الفقير تاني. وبعدين لما شرف يعني يطلب، يعني لما يبقى رئيس وزراء ماشي، يقبل استقاله من وزير او من واحد تحت منه، ازاي وزير ما يقبلهاش؟ ايه؟ انا مصر قديمه. مين؟ ده انا بستقبل اي حد هنا في الميدان، اي حد هنا في الميدان فوق دماغنا. يا عم خلعت مني العنب، يا عم خلعت مني. يا عم ايه يا عم؟ شفت لك حته عنب؟ خد يا عم. انا اول ما جبت سيره العنب خلعت مني. ايه يا عم؟ انت بتتخيل؟ لا اسيبك تتمتع بيها. ايش طبعا.